بص بص احنا عايزين ادي واحد عايزين يسند ازاي؟ الديتيلز رهيبه، الديتيلز جميله جدا رهيبه. طيور خالص فيها معلومه مهمه جدا. انا اقدر الاقي تماثيل كل يوم، اقدر الاقي مقابر كل يوم. دينيس في حادي وافو افكر اسمه افكر هنا واضح انه ما عملش اولاد فرس الاربعه. امن امن دخل الناس نحو عادي وعادي اتفضل يا فندم. انا فين خلاص انت؟ ما تحسنيش لا لا ما تبعدش اصبر. احنا النقش والنقوش اللي احنا عايزين نركز عليها قوي. تو ذا رايت تو ذا رايت سايد. It's a private high official tomb who lived during the reign of the king Jetkare, the eighth king of the Fifth Dynasty, almost the 24th century BC. The colors are exceptionally well preserved inside the tomb. والزيوت اللي كان بيستخدمها المصري القديم. أربعة بس يا وديه. ممثلي دول العالم في مصر أسعد الحب. The tomb for a guy named Khuwy. He was the nobility king and also he was a judge. The tomb is 4,400 years old, back to the old kingdom.